Brasil. Vemos cena de Mohamed Curry. اوه حلو كثير ماركيز كامينكس. حلو كثير. رح نشوف الحكام قد ايه رح يعطوا نتيجه. رح نشوف الحكام اذا 8-8 8-7. لكن سبعة وثلاثين نقطة لكامينكس. حلوة كثير، حلوة كثير من ألادي أمينو. ونشوف النقاط، لنشوف النقاط 9-8 7-8-8. لكن أربعين نقطة لألادي أمينو. ألادي إذا دويد جاكسون دويد رائعة جدا يا جاكسون. حلوة كثير بالفعل. دونك راح لاحظوا النتيجة 9-9. 46 نقطة لجاكسون. لاحظوا بالريبلاي، حلوة كثير هالريبلاي. ري داغر لعب الشانفيل. ري حلوة كثير. ري صعب كثير هالكمسة اللي عملها ري داغر. بنشوف كمان الحكام شو عطيو النتيجة. 5-8 40 نقطة. هيدي الإعادة لري داغر. حلوة كثير من كوميكس. لنشوف النقاط هلا من الحكام الخمسة. 5-8 40 نقطة. هيدي الريبلاي. وهلا ألادي أمينو. أوه حلو كثير من أمينو. صعبة صعبة هيدي اللحظة. علي حيدر كيف راح لعنده. أوه أرقام عالية. 46 نقطة 46 نقطة لأمينو. عم تشوفه بالريبلاي. عملوا امير. رح تشوف النقاط حكام الخمسة. عنده 47 نقطة. هيدا الريبلاي. حلو كثير لامير. برافو يا امير، برافو. لهلا عنده 92 نقطة امير سعود. ألادي امينو لاعب نادي الرياضي بيطلب من الجمهور يحمسوه. ألادي أمينو. حلوة كثير. رح نشوف الحكام، رح نشوف نقاط الحكام شو رح يعطوا ألادي أمينو. 4-9 8 44 نقطة 44 نقطة لألادي أمينو. وهيدي بالإعادة. ألادي أمينو اللاعب النيجيري. حلو كثير، حلو كثير من أمينو. رح نشوف الحكام شو رح يعطوه لألادي أمينو. أوه 3 تسعات 43 نقطة. بعد عنده تراي. حلو كثير أمير سعود. رائعة جدا يلي بيعملها. شوف الحكام قد ايه رح يعطوا نقاط. 10 عنده 47 نقطة. بيخلص ب 79 نقطة.
هيك الادي امينو بيخلص بالمركز الاول بال 87 نقطة. معلمة تفضلي لما. Congratulations for tonight. You won Classic Burger Joint's slam dunk competition. How does it feel to win, especially you're playing against your teammate? It's bittersweet because Amir's my friend and it put us against each other, you know? But I really wanted to win, it was fun, but it was like we both win because we both were reality, so it was good. Would you give the prize to Amir since he's your teammate and you play on the same team? We had a talk. We maybe it might something to work out for him. 50-50? 50-50 sounds good. Amir, congratulations for the second spot. أول شيء أنت هلا في حجم طول فاي تو فيل بيتر أنك أنت يور سكند. شو شعورك اليوم وكيف الأجواء اليوم؟ يعني أول شيء أنا بدي أقول لو يمكن الدنك الأولي زبطت الكوتشي كانوا تعاطفوا معي لأنه أنا الاثنين ونوعا ما قصير بس إجري بلشوا يعملوا مثل عم تبدأ الدنك فما قدرت أقدر أربح بس مثل ما قال هو إنه حنقسمها 50-50 البرايز وحنحمل كاس سوا انت متاكد حيقسم 50-50؟ هو رجع معنا على الطريق هيك يضل هون اذا ما ثانك يو امير نو بروبلم ثانكس اذا كلاسيك بيربر جونز سلام دانك كونتست بياخذ الشاكل هو بقيمه $500 على ادي امينو